لمناقشة تطورات المشهد الميداني في أوكرانيا في ظل الدعم الغربي لأوكرانيا بالدبابات والتهديدات الروسية باستخدام النووي، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح للمتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد استلام بلادها دبابات تشالنجر البريطانية، ولكن هذه الدبابات هل ستؤثر على سير المعارك سيادة العقيد؟ عليكم السلام وكل عام. يعني بالطبع الدبابات الغربية من طراز تشالنجر والليبارد 2 وبرامز التي ستصل إلى أوكرانيا ستدعم القوات المسلحة الأوكرانية في الدفاع وفي الهجوم كذلك، ولكن كل هذه الأمور مرتبطة أولا في العدد وقدرة هذه الطواقم، طواقم الدبابات على استيعاب هذه الأسلحة والاستفادة من كل الميزات الفنية والتعبوية والتكتيكية في هذه الحرب، وكذلك استمرار إمداد هذه الوحدات أو هذه الدبابات بالقطع التبديلية والصيانة الدورية لها. كل هذه الأمور إذن العدد والتدريب واستمرار إمداد هذه الدبابات في القطع التبديلية لها والصيانة ستؤثر إيجابيا في صد المحاولات الروسية في الحرب، لأن هذه الدبابات لها قدرة تعبوية وتكتيكية أكبر بكثير من الدبابات الروسية من الطرازات القديمة 72 و64 التي اليوم يتم استخراجها من مستودعات الاتحاد السوفيتي وزجها على خطوط القتال. إذن يعني لدي إذا كان هناك أعداد قوية مثلا بقوام فرقة من الدبابات بالطبع يعني بحدود أكثر من 300 دبابة إذا وصلت إلى أوكرانيا، هذه الدبابات ستشكل جبهة قوية وربما تكون يعني عنصر أساسي في الحرب المقبلة أو حرب الهجوم المعاكس الذي يحضر له الأوكرانيين إن كان على جبهة زاباروجيا أو جبهة خيرسون أو الجبهات المشتعلة الأخرى. كذلك في الدفاع تستطيع هذه الدبابة دكتور يعني دكتور سيادة العقيد عفوا، هذه الدبابات دبابات تشالنجر البريطانية، سيادة العقيد هل تسمعوني؟ دبابات تشالنجر البريطانية هل هي دفاعية أم هجومية سيادة العقيد؟ الدبابات تعمل عملين، عمل هجومي عندما يكون هناك معركة هجومية، وكذلك في الدفاع تأخذ مستر وتأخذ حفرة وتقوم بضرب الدبابات المتقدمة بهذا الاتجاه. إذن هذا السلاح يعمل في الدفاع ويعمل في الهجوم حسب المهمة التكتيكية التي تكون فيها القوات في هذه المنطقة. يعني عندما يكون هناك هجوم ربما يتعثر الهجوم أو يعني تكون المهمة قد أنجزت، تأخذ هذه الدبابات مرة أخرى يعني وضعية الدفاع وتقوم بتمسك في خط الدفاع حتى لا يتم اختراقه. كذلك هذه الدبابات بحاجة أولا من الحماية من المخاطر، المخاطر هي التي تكون من الجو، يعني يجب أن تكون هناك وحدات دفاع جوي تقوم بتغطية هذه الدبابات حتى لا تصاب كما أصيبت الدبابات المصرية عندما تم زج هذه الدبابات في سيناء بدون أي غطاء جوي والتي أدت إلى تدميرها بشكل كامل بالصواريخ المضادة للدبابات والدروع وكذلك في الطيران أو الحوامات. طيب سيادة العقيد، القذائف التي تخترق الدروع التي تستعمل في دبابات تشالنجر البريطانية التي منحتها لندن إلى أوكرانيا، هل يمكننا هنا القول أن بريطانيا قد دخلت في دائرة المواجهة المباشرة مع روسيا سيادة العقيد؟ حتى الآن بريطانيا ودول الناتو والدول الأوروبية وأمريكا هي تقوم بتقديم الدعم من الأسلحة ومن الذخائر، وهذا الدعم رأيناه متدرجا بداية في بعض الصواريخ المضادة للدبابات ثم للطيران ثم اليوم الدبابات ومن ثم الأسلحة النوعية مثل الهيمارس الأمريكي وكذلك المدفع 777 الهاوتزر
155، واليوم نرى بأن بريطانيا تقوم بتزويد القوات المسلحة البريطانية الأوكرانية بقذائف المدفعية التي يعني يكون فيها اليورانيوم. نعم. هذه القذائف التي تطلى في مادة اليورانيوم المنضب تكون أكثر إمضاء وأكثر فعالية، وتقوم بصهر الدبابات بشكل كبير. بريطانيا بالطبع هي يعني ملتزمة، هي والولايات المتحدة وباقي الدول، باندحار الهجوم الروسي عن هذه المنطقة وتحرير الأراضي الروسية وعودة الأراضي الأوكرانية وعودة أوكرانيا إلى 1991، عندما تم فرض عقد الاتحاد السوفيتي السابق. عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لكم.